السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. الرئيس الفرنسي يزور القاعدة العسكرية الفرنسية بمدينة جاوة المالية ويدعو للتعبئة في سبيل مواجهة الإرهاب في البلاد. حزب الإصلاح يعقد المؤتمر التأسيسي الأول لمنظمته الشبابية في نواكشوط تحت شعار إصلاح الشباب ضمان للمستقبل. افتتاح النسخة السابعة من المهرجان الوطني للمسرح المدرسي، ووزير الثقافة يؤكد دعم الوزارة لهذا الفن. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. زار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قاعدة العسكرية الفرنسية بمدينة جاو شمال مالي في أول زيارة له إلى إفريقيا بعد انتخابه رئيسا لفرنسا خلفا لفرانسوا أولاند. وقد دعا ماكرون إلى التعبئة من أجل مواجهة الإرهاب، كما طالب بتطبيق اتفاق السلم والمصالحة الموقع بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية، وحث مجموعة دول الساحل على تفعيل وتسريع وتيرة عملها المشترك. نتابع. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحط بمدينة جاو شمال مالي في أول زيارة له لبلد إفريقي منذ انتخابه رئيسا للجمهورية خلفا للرئيس السابق فرانسوا أولاند. فقد قرر ماكرون أن يكون أول ظهور له في إفريقيا من خلال القاعدة العسكرية الفرنسية في شمال مالي، حيث استقبله نظيره المالي إبراهيم أبو بكر كيتا. رسالة ذات دلالة أراد إيمانويل التعبير عنها من خلال هذه الزيارة، وأكد على ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، حيث أكد على التعبئة الفرنسية والأوروبية والأممية من أجل محاربة الإرهاب. كما دعا إلى التطبيع السريع لاتفاق السلم والمصالحة الموقع بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية منذ أزيد من عامين وبإشراف من الجزائر، ودعا مجموعة دول الساحل إلى تفعيل وتسريع وتيرة عملها المشترك. وتأتي زيارة ماكرون للقوات الفرنسية في شمال مالي للتأكيد على استمرار فرنسا في التزامها العسكري بالبلاد، وهو النهج الذي أطلقه سالفه فرانسوا أولاند. كما تتزامن الزيارة مع تصريح للممثل الأممي جان بيير لاكروا خلال زيارة له لباماكو بأن قوات تدخل سريعة تتكون من أصحاب القبعات الزرق السنغاليين سيتم نشرها قريبا في وسط البلاد لمواجهة أعمال العنف التي تحصل هنالك. ويشهد مالي ووسط مالي اضطرابات أمنية عرفت تفاقما خلال الأشهر الأخيرة، حيث تزايدت الهجمات ضد الجيش المالي والقوات الفرنسية ضمن عملية براخان والقوات الأممية. وقد تبنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المعلن عن تأسيسها حديثا بزعامة إياد أغ غالي عددا من الهجمات نفذت خلال الأسابيع الأخيرة. عقد حزب الإصلاح مؤتمره التأسيسي الأول لمنظمته الشبابية في العاصمة نواكشوط تحت شعار إصلاح الشباب ضمان للمستقبل، وشارك في الأمسية المنظمة بدار الشباب القديمة في نواكشوط إذانا بانطلاق أعمال المؤتمر التأسيسي. شارك المئات من قادة ومناضلي الحزب. المزيد من التفاصيل نتابعه في التقرير التالي. منظمة الشباب والطلبة بحزب الإصلاح الموريتاني تنظم بنواكشوط مؤتمرها التأسيسي الأول وسط مشاركة عدد من مناضلي وقادة الحزب تحت شعار إصلاح الشباب ضمان للمستقبل. شعار تقول المنظمة الشبابية للحزب إنها رادت من خلال إبراز أهمية ودور إشراك الشباب في مجال الدفع بعجلة التنمية. واعتبر بعض المشاركين أن الشباب الموريتاني يواجه العديد من التحديات تجعله عرضة للوقوع في مختلف أشكال الجريمة والإرهاب نتيجة غياب ما وصفوها باستراتيجية وطنية واضحة المعالم قادرة على تذليل التحديات التي تواجهه. سادة الحضور الكرام، إننا نقتنع جادين بأن مستقبل البلاد مرهون بالدور الفعال والمتميز للشباب، والذي لن يتحقق إلا بإصلاحه وتأمينه من أسباب الانحراف وتمكينه من آليات. المؤتمر التأسيسي شكل مناسبة استعرض فيها المتدخلون الأدوار الطلائعية وكذا المصاعب التي تواجه الشباب في موريتانيا على مختلف الأصعدة. كما أصدر المؤتمرون وثيقة تضمنت رؤية المنظمة الشبابية للأوضاع في البلاد ونظام الجمهورية
ومؤسسات الدولة وتعزيز دولة القانون والفصل بين السلطات. ثانياً، العمل على توطيد الوحدة الوطنية والتآخي بين مكونات الشعب الموريتاني المتحد في الدين والهوية والماضي المشترك والحاضر المعيشي والمستقبل المنشود من أجل. وتضمنت الوثيقة تشخيصاً لمختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، واقترحت حلولاً للتحديات الماثلة أمام الشباب. استفاد 20 صحفياً موريتانياً من تكوين نظمته مؤسسة أريج حول الصحافة الاستقصائية، وتسعى ورشة التكوين إلى تمكين المشاركين فيها من المهارات والمعارف المهنية الضرورية لإجراء التحقيق الاستقصائي، وينتظر أن يجري المشاركون بعد الورشة تحقيقات استقصائية سيتم نشرها على موقع المؤسسة. هذه الورشة ضمت حوالي 20 من الصحفيات والصحفيين الموريتانيين اللي أبدوا شغفا كبيرا وحضورا مميزا في هذه الورشة لتدريبهم وتكوينهم على صحافة الاستقصاء وفق المنهجية التي وضعتها أريج على مدى السنوات العشر الماضية. هلأ إن شاء الله إنه المخرجات هذه الورشة سنتوقع أن يجري صحفيون وصحفيات من هذه الورشة تحقيقات تنشر على موقع أريج، وستكون أيضا مفتاحا لهم ليشاركوا بورشات لاحقة ومنتديات لأريج، خصوصا المنتدى السنوي الذي يعقد أواخر كل عام في الأردن عمان. ونتوقع إن شاء الله أن نرى صحفيين موريتانيين من بين الإعلاميين العرب من كل أرجاء الوطن العربي للتشبيك وتبادل الخبرات والمهارات، وأيضا لحضور المنتديات وورشات التكوين. نظم المركز الثقافي المصري في نواكشوط برعاية من السفارة المصرية في موريتانيا ندوة وأمسية شعرية بمناسبة أعياد تحرير سيناء تحت شعار سيناء عناق الحرب والسلام. وعلى هامش النشاط نظم معرض للفن التشكيلي قدمت خلاله بعض اللوحات الفنية. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. المركز الثقافي المصري في موريتانيا بالتعاون مع سفارة مصر ينظم في إطار سلسلة الندوات الثقافية التي ينظمها احتفالا بأعياد تحرير سيناء ندوة وأمسية شعرية بعنوان تحرير سيناء عناق الحرب والسلام. وعلى الهامش معرض للفن التشكيلي في المركز بالعاصمة نواكشوط. فعاليات هذه الندوة والأمسية الشعرية عرفت حضور عدد من السفراء العرب والمثقفين والشعراء وجمع من متابعي الثقافة. بمقوماتها الطبيعية وعلى ما طمعت فيه إسرائيل ولم تفلح في البقاء فيه واستغلاله، بمقوماتها الطبيعية ومواردها الزراعية والصناعية والتعدينية والسياحية، هي ركن من أركان استراتيجية مصر الطموحة للخروج من الوادي الضيق حول وادي النيل إلى رقعة أرض مأهولة واسعة تغطي نسبة 25 من مساحة مصر، رقعة تتسع لاستقبال الأعداد المتزايدة من السكان واحتضان الطموحات والتطلعات الكبرى لهذا الشعب، رقعة أيضا تبنى لهذا الجيل والأجيال القادمة. الشعراء ألقوا على مسامع الجمهور قصائد تمجد الحادثة وتعلي من شأن الانتصار في هذه الواقعة. زيحي ستار الليل، زيحي ستار الليل وارتقبي من صبحنا يا أمة العرب. أم الدنا مصر الفدا انتفضت، رفاعة الأثقال لم تصبي، شدي لنا مصر الفدا عضدا، لولاك لم يصبر على عطبي. مصر أم الدنيا بل الحضارة تحفل، شي كامل متعدل وشعب عظيم زكية، وبالذكر المنزل اذكرها عربية.
تحيا مصر وتمتان، وبالشعر تحمجية تقدم موريتان لمصر التحية. هذا وتحتفل مصر كل عام بيوم 25 ابريل ذكرى تحرير سيناء والجلاء الكامل للقوات الإسرائيلية عنها، حيث عادت سيناء إلى أرض مصر تنفيذا لمعاهدة السلام مارس 1979 بين مصر وإسرائيل. انطلقت في العاصمة نواكشوط النسخة 7 من المهرجان الوطني للمسرح المدرسي، وعبر وزير الثقافة والصناعة التقليدية محمد رميم والشيخ عن سعي الوزارة إلى دعم فن المسرح من أجل القيام برسالته على الوجه المطلوب. وقد شارك في افتتاح النسخة عدد من وزراء الحكومة إلى جانب بعض المسرحيين والفنانين الموريتانيين. إن نجاح جمعية المسرحيين الموريتانيين في المحافظة على مهرجان قاري يجمع أربع مهرجان قاري يجمع أربع وزارات شريكة ويفتح باب المنافسة أمام الجيل الجديد للإسهام بالجمال في صناعة صورة موريتانيا المستقبل هو أمر يستحق التشجيع، وإن قطاع الثقافة لن يألو جهدا في مواصلة الشراكة والدعم حتى تتحقق كل الأهداف المرسومة من طرف الشركاء والقيمين على هذا المهرجان. وعلى بركة الله أعلن الافتتاح الرسمي لفعاليات الدورة 7 من المهرجان الوطني للمسرح المدرسي، شاكرين الجميع ومتمنيا كل التوفيق للشباب المشاركين. إلى الشأن الفلسطيني، حيث تسببت مواجهات بين عناصر من قوات الاحتلال الصهيوني ومواطنين فلسطينيين في إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالضفة الغربية المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها سجلت 42 حالة إصابة على الأقل في أرجاء متفرقة من الضفة. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. أصيب عشرات المواطنين بالرصاص والاختناق إثر اشتعال المواجهات في نقاط التماس مع قوات الاحتلال الصهيوني بالضفة المحتلة في جمعة النفير والغضب، نصرة للأسرى المضربين عن الطعام لليوم 33 على التوالي في سجون الاحتلال. وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل 42 إصابة على الأقل في المواجهات مع الاحتلال في أرجاء متفرقة من الضفة، مبينة أن 15 مواطنا أصيبوا في بلدة بيتا بنابلس، أحدهم بالرصاص الحي في فخذه وآخر بالرصاص المعدني، والبقية بحالات اختناق، بينما أصيب 4 آخرون بالاختناق في بيت داجن. وذكرت أن 7 مواطنين أصيبوا بأعيرة مطاطية في كفر قدوم بقلقيلية، و3 بالاختناق في نعلين، و4 بالرصاص في عبود برام الله، و5 بالاختناق في بيت لحم، ومصابان بالمطاط بالفم في قلنديا، وإصابتان بالمطاط في أريحة، و4 إصابات بالاختناق في الخليل، أحدهم طفل فقد الوعي ونقل للمستشفى. وأفاد شهود عيان أن المواجهات اندلعت عقب صلاة الجمعة على مدخل بيت دجن المغلق شرق نابلس وعلى مدخل بلدة بيتا جنوب المحافظة، لافتا إلى إغلاق الاحتلال مداخل بيتا بالمكعبات الإسمنتية. وفي رام الله انطلقت مسيرات حاشدة في مساجد المحافظة باتجاه نقاط التماس مع قوات الاحتلال وسط حالة من الغضب والهتافات المطالبة بتصعيد المواجهة لإجبار الاحتلال على الرضوخ لمطالب الأسرى العادلة. وأكدت جمعية الهلال الأحمر إصابة طفل رضيع بحالة خطرة إثر استنشاق غاز مسيل للدموع في القرية، لافتة أن طواقمها تجري عملية إنعاش قلب ورئتين للمصاب الذي نقل لمستشفى الاستشاري العربي. وفي قلقيلية أصيب 9 مواطنين بجروح بينهم طفلان، فيما حطم جنود الاحتلال زجاج 5 سيارات عقب اقتحامهم محيط مسجد عمر بن الخطاب خلال محاولتهم منع انطلاق مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 14 عاما. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها. الرئيس الفرنسي يزور القاعدة العسكرية الفرنسية بمدينة غاو المالية ويدعو للتعبئة في سبيل مواجهة الإرهاب في البلاد. حزب الإصلاح يعقد المؤتمر التأسيسي الأول لمنظمته الشبابية في نواكشوط تحت شعار إصلاح الشباب ضمان للمستقبل.
افتتاح النسخة 7 من المهرجان الوطني للمسرح المدرسي، ووزير الثقافة يؤكد دعم الوزارة لهذا الفن. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة الثانية. موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان الله.